السلام عليكم. هذا المقطع كان مفروض يكون بفيس كام، لكن للأسف ما أدري في المقطع حق فيس كام خرب، فاضطريت إني أخليه بدون فيس كام، وإن شاء الله المقاطع جاية راح تكون فيس كام. فلا تنسوا اللايك، وإذا تبون نكثر من ذي المقاطع اكتبوا لي في الكومنتات. اضربني والله هذا الشريط ما له محل، أقسم بالله يا الله. ليس قاعد ألعب على الإكس بوكس 1، منزلين ريماستر، أول ما تفتح يطلع لك إنه إكس بوكس 360، لكن أنا قاعد ألعبه على إكس بوكس 1. يا ناس والله شو اقول يا الله، والله ايام اقسم بالله اسطوري الشريط. اوه في ناس كثير يلعبون، والله ما توقعت قسم بالله. العب اي سلاح، العب لك ايه؟ طبعا ليم ابو كلب شوي ما تعودت عليه. الله، الأول شلناه. في واحد هنا بس ما أدري وين بالضبط. هلا بالإيب، والله مضروب ألف. جد انحش، والله ما أدري شلون قتلت قسم بالله. ما ابي اموت موت غبيه، فبقعد احاول. افهم كتعبان. تكفون ماخذين كل الاعلام، والله ماخذين كل الاعلام، ما بقى شيء. هذا ما ادري وين بيروح بالضبط. لا 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 لا، وين كان ذا؟ وراي، لحقني. اوكي نشوف الاشاره، اشاره سكن. انا ما عندي صوت، فما اسمع. انا الحين قاعد العب بدون صوت عشان في التسجيل يطلع فيه صوت، فهمتوني؟ اوكي، هذا نظام مبزر اللي يفصل على الجيم عشان نجاب عليه دوجز. اوكي يا الله، والله ذي الكونتراكت كنت احب اسوي التحديات هذه حقتها. كنت احب شيء اسمه كونتراكت، كل تحدي يطلع احاول اسويه. شكرا يعني، يوم فرحت بالماب وكذا اخر شيء طلعوني. ليه يا اخي؟ هناك واحد على اليسار مات. خوينا جايب دوكس، كفو والله، والله بطل يعني. زابن الوسخ. منين ذبحني ذا؟ هكر استهبالو، والله هكر. الله علي الدبل، والله اني قوي. والله في جاي ناس جايين هنا على اليمين. وين راح؟ بصراحة هذا ريسبون اصلا معروف. شوف ضدنا خمسة، طيب وينهم؟ بسرعة اطلع. ما ابغى ادخل لان انا ابغى غاز. والله يا ابغى يطعني. وات؟ لا يا ريسبون، مو بوقتك يا ريسبون ذا. والله يعني قتلت أربعة. موت يا شيخ. يا عيال تشوفون اللي أشوفه أنا؟ قاعد يلف اليسار يمين، ما أدري إيش السالفة. أنا ملخم. اوف والله ان الخمني قسم بالله. والله ما تخوينا هنا. I'm out.
انت شفت ايش تهتز؟ هذا الشيء اللي يقهر. والله يقهر قسم بالله. ما اطلع يا اخي، اطلع 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 يا اخي، وغذبح قبل لا كل كام يا اخي. والله كويس ان 14 يعني مو كويس، ولكن بالنسبه لي يعني على يد الاكس بوكس والله ما تعودت، يعني حس يد البلاي ستيشن افضل. ولو العب يد البلاي ستيشن الحين ما اعرف العب، لكن تبقى يد البلاي ستيشن افضل من ناحيه العاب شوتر. اخر يا خوي اخر اخر بثر، اقسم بالله بثر. ابغى اقتله. طيب هو جتني قتله. وات صور في صور سناب يقول شوفوني انا اللي العب بلاك اوبس. فروم كيتو، من هذا كيتو؟ خلاص شوف ايش ارسل لنا كيتو. هذا معي في الجيم. هاي يوتيوب بريك. اوه شكله متابعني. يس والله كيف عرفني؟ ما ادري، اتوقع انه اجنبي، ما اتوقع انه عربي. لا لا والله كيو 8 فهاوة كويتي. ضدي خلينا نشوف. بسرعة اطلع لعند درج، اتوقع واحد تحتي. اتوقع لا والله ما في. كم شلته؟ باقي اثنين. وات لاست ساند سو ديفيوز. وش الاخ خوي الغبي يا شيخ؟ شوفه. لا بعد ايش يا كابتن؟ بعد ايش يعني؟ ما قصرت صراحه. المشكله قاعد عنده يا عيال، والله شيء يغبن قسم بالله. هاي الزبنة كنت اذكرها. اوكي هذا هو. والله كنت اذكر هاي الزبنة تو، ما ادري شلون ما شفت ذا. مو انا اللي قاتل اخر واحد. قعد. والله حركات شكله طلع، شكله طلع. يب صاروا خمسة هم. والله اني طلقت عليه قبل يا ناس. وش ذا؟ يا اخي ابغى اقتل يا اخي. اشارة واحدة يا حبيبي. طلقة واحدة مات. وات؟ اوكي. وراك؟ تستهبل ذا. لحظة لحظة. فيها حل. هنا اتوقع اذكر كان فيها انه يمديك تموت من هنا. شفتوه؟ راح اليمين. اوه هنا شكله. والله انا حسبت ذبحته. والله اخذ الاخير يعني كلها تجربه. المهم بس هذا كان اليوم، طولت والله وانا اسجل يمكن 6 ايام بس. بتشوفون لقطات يعني وكلام وكذا. فبس هذا كان عندي، ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك. ويتبون مقاطع زي كذا بلاك اوبس او اي شيء لعبه شاطحه او قديمه، فاكتبوا لي كومنتات ويلا اشوفكم على خير.